بيدات كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم مزيانه؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وان شاء الله بصحه جيده. المهم فقت اليوم بكري، جاتني واحد الكوموند يعني مزروبه، واحد ربعه البلاطويات وكلت ضروري ضروري خاصني نوض باش نخدم على راسي، حيت الخدمه البنات والله الا زوينه. وكثري الا كانت عندك شي حاجه في ايديك وكتعجبك ديريها، وهادشي ديال الحلوى راه زوين ابار، يعني ماشي غير الحلوى، اي حاجه كتلقاي فيها راحتك خدمي فيها. المهم هنايا عندي العجينه ديال الصابلي، ها هي راه ديجا مصايباها معكم، انا غنخليها لكم الفوق، ما بغيتش نطول عليكم الفيديو، ما غيجي طويل بزاف، وديجا انا مصايباها معكم نفس المقادير اللي كندير انا ديما. غنخدم بها الطوابع البنات، غنخدم بهذا، وهذا هو الموتيف ديالو، يعني كيجي هكا. غنخدم بهذا البنات بهذا الطابع، هذا راه فيه يعني لما بغيتوش ديروا الشوكولات فيه جوج، ولكن انا باغا ندير الشوكولات، يعني هذا هو الموتيف ديالو. غنخدم بهذا، هذا على شكل وريضه، غندير ليه هاد الطير، وهذا البنات عنده هاد الشكل هكا بحال البيضه، وكاين فيه هاد الشكل، ولكن انا باغا نخدم بهذا، غيجي معاه هو هذاك هذا. غنخدم بهاد الشكل البنات حتى هو، ولكن غندير ليه الفينيسو يعني هو بوحدو بلا شوكولا. المهم البنات ما تمشيو فين، خليكم معايا انا غنوريكم يعني الطريقه اللي كنسرح بها العجينه، التقطاع الطياب كلشي غنوريكم حاجه صافي ان شاء الله. غنبداو دابا في الخدمه. الحاجه اللي كنحتاج ليها البنات، انا نقول لكم عندي هذا المميس فاش ما كاشي وحده ما كتبغيش تهز ليا، وهذا البلاستيكه، هذا البلاستيكه تاع البنات راه كناخذهم انا من عندي بزاف فاش كيديروا لي ستيك، كناخذ من عنده بزاف يعني كنشريهم وكنخليهم عندي كنبقى نخدم بهم. غنحتاجو جوج، انا كنخلى على الطريقه كنخليها هكا وكنهز العجين. الزكك اللي بغات انا هاد البلاستيكه كنخليها هكا، كنقدر حتى هاد الجنيبات كنحيدهم كاملين باش كيسهلوا عليا الخدمه وما كتبقاش تفرتك ليا فوق الحلوه ديالي، كتجيني في الهزه سهله، يعني كنجي وكنهز وانتم كيبقى لكم الاختيار. راه في الهزه راه ساهله الا تبعتوا يعني المقادير اللي قلت لكم، والعجينه يعني ما ديروهاش قاسحه وما تعجنوهاش غير بصبيعاتكم، و اشنو اخر وما تكونش خفيفه بزاف، راه غتصدق معكم البنات. انا السمك ديالها درتو على هذا القياس حيت ما غنديرش وحده ملاصقه مع وحده. اسمحوا لي راه مع الصداع ولكن ما عندي ما ندير. المهم انني نصور لكم فيديو كنهز بهذه الطريقه البنات البلاستيكه وصبيعاتي، كنبقى ندير لهم بحال هكا كنلعب بهم من تحت حتى كتهز ليا وكتهز ليا مقاده صافي، وكنحطها هما راه ماشي مشكل، واخا تحطوا وحده حدا وحده البنات ما تخافوا من والو حيت ما كيتنفخوش. راه كتهز بكل سهوله وما كت يعني ما كتهرس ما والو. انا البنات هاد العجينه اللي كتشيط ليا كنجمعها كامله الوسط، ما
ما نجمعش البنات بزاف زعما ما تعجنوهاش، خليوها غير بحال هكا. كنجمعها غير بالبلاستيك وغنضيفو عليها العجين. انا اي فوا كنخدم بها كنعاود نسدها باش ما تدارش. المهم هاد الجنيبات تاع البنات غير غنديرهم معاها بحال هكا غيفاصطو على بعضهم. كنكمل كنبقى نقلب في البلاستيكة. ضروري ضروري البلاستيكة البنات، بلا بلاستيكة راه ما غاديش تصدق ليكم وما غاديش تقدو تهزوها اصلا، كاملة غتفلتت ليكم. وما تخليوهاش رقيقة بزاف، انا فاش كنديرها رقيقة كتعذبني شوية. يعني المبتدئات من الاحسن انكم ديروها نديروها شويه غليظه ماشي بزاف، متوسطه البنات بحال كيف ما وريت ليكم. انا هاد ايديا كنعرف واش مازال خاصني نطلقها ولا لا. المهم نتوما طلقوها على السمك اللي غتقدو تصايبو بها ولا اللي مولفين كتصايبو بها. هي البنات عرفتوا العجينه فاش كديروا فيها الناطه، واو عرفتي الدار كامله كتكون فيها الريحه ديال الناطه. صافي البنات دابا غير غنقادها. وغنكمل بنفس الطريقه. من ورا ما كملت التشكيلات ديالي ماشي كملتهم، ما عمرت حتى ثلاثه اللاطات. دغيا كيتصايبوا. ها نتوما انا كيعجبوني هادو ديال السيليكون البنات، داكشي علاش كنخدم بهم. دابا ندخلهم على فران اللي سخونه البنات. سخنت الفران على 150 درجة وغندخلهم، كنشعل ليهم من الفوق ومن التحت صافي، وكنخليهم يطيبوا حتى كنشم الريحة وكنتحصل على اللون الذهبي اللي بغيت، ولا الا بغيتهم يكونوا محمرين شوية على حسب، وكنحيدوهم. بدات وساليت الصابلي ديالي، يعني خدمته دابا كامل، طيبته كامل. كيعجبني نبقى ندير بثلاثة اللاطات. المهم البنات انا غنشارك معكم الصابلي، ها هو كنخلي فهاد اللوين كيجي مذهب وكيجي قد بعضياته. يعني نفس الفورمه اللي كتكون فيه هي اللي كتبقى. المهم البنات المقادير ديال 250 غرام ديال الزبده اللي كنت شاركت معكم في الفيديو راه غنخليه لكم هنا الفوق. خرجت ليا 225 حبة. كل شكل البنات، كل شكل درت فيه تقريبا 45 حبة، حيت عندي 4 البلاطويات وبغيت نزيد، ما كنبغيش ندير داكشي نحط في القد، ضروري كنبغي نشيط، وخا يشيط ليا بلاطه
كان ضحك معكم البنات والله ما بقات عندي مع الحلوه ما كناكلهاش دابا شحال من خطره كنصايب الحلوه والله ما كندوقها نكون كاع معروضه شي بلاصه حاطين الحلوه ولا الحلوه انا اللي صايبتها صافي ما بقيتش ضرباتني والله بصح دابا وصلت على دوك الناس اللي كيكونوا كيطيبوا في العراسات ولا اللي كيخدمين في باتيسري ولا اللي كيديروا شي حاجه ديال الماكله صافي ما كيبقاش عندهم معاها. المهم انا نشارك معكم البنات باش تشوفوا ها كيفاش كيجيو كاملين بحال بعضياتهم. هانتوما البنات تقاده وحده وكاملين يعني محطوطين على بعضياتهم. حتى الا بغيت ندير وحده ملاصقه مع الوحده يعني راه نقدر نديرها. المهم ولو نمشي نكمل غدايا ونتغدى وندوز للتعليكه البنات نشاركها معكم. الكبيدات قبل ما نصايب التعليكه غنصايب الشوكولاط دابا. المهم غطيته حيت ما يعني غنزرب عليه. دوبت هنا الشوكولاته السوداء حطيتها. الشوكولاته اللي كتسولوني عليه ديما البنات باش كتخدمي باش كتخدمي باش كتخدمي كنخدم بكالا البنات. قالا هي اللي كنخدم بها هي اللي كتجمد دغيا هي اللي كتبقى شاده في راسها حتى في الصيف كتكون شاده في راسها ما كتذوبش دغيا. المهم هي باش غنخدم البنات. هذا هو الشوكولا اللي كنخدم به. جبت هذا اللي فيه القليبات البنات غناخد منه غير هذو القليبات الصغار. هذو القليبات بغيت نديرهم لهذا. غيجي شكيل زوين. المهم كنفكر هادشي دابا بعض الطرات كتكون حتى شي حاجه ما في بالك ها كتبداي الخدمه صافي. هاد لي موتيفا البنات راه ساهلين في الخدمه ما صعبش. كنبداو نعمرو غير بحال هكا فاش عمروهم البنات حاولوا انكم ديروا لهم غير بحال هكا. مشي لا شي بلاصه باقي ما دارش فيها الشوكولاط يدار واللي ولا تبان لكم باقي ما عمراتش تقدروا تزيدوا لها شويه. غنقول لكم سمحوا لي بزاف تندير لكم فيديو اخر ديال التعليكه حيت صورت ولكن مشاو لي الفيديوهات ما عرفتش علاش والله ما عرفت علاش. المهم نوريكم الشكيلات البنات اللي غيسولوني على هذا اللون الكري يعني كيفاش تحصلت عليه. درت الشوكولاته البيضاء وخلطتها مع شويه ديال الشوكولاط كحل. نتوما كتحكموا يعني في اللون كيف بغيتو واش بغيتوه مغلوق راه غيبان لكم هنا كاين الفرق. هذا راه مغلوق شويه وهذا بارد يعني نتوما كتحكموا في الشوكولاته ديالكم. هاد الشكيلات زينتهم بحال هكا اللي فيهم قليب ودرت لهم شويه العقيق من الفوق. هذا كيجي على داك الشكل وهذا في عقيقة حتى هي الشوكولاتة البيضاء لونتها بملون جيل ديال الشوكولاتة. هذه درت فيها الشوكولاتة البيضاء وهنا صايبت الحلوة ديال
الفرماجة البنات اللي فايتة شاركت معاكم. هذا البنات راه نفسها غير هذه، درت لها الكوك كراميليزي مع نيسكوي. نيسكوي اللي كيشربوا الدراري الصغار مع الحليب صافي. وهنا راه الحلوه اللي ديجا صايبتها معاكم حتى هي، راه تبارك الله هشيشه. ايوا صافي البنات، دابا غنبدا نستف في البلاطويات. هانتوما راه كتشوفوا والله راه ما عنديش اتساع باش نشد معاكم يعني بلاطو بلاطو. المره الجايه ان شاء الله، المهم انا نصور معاكم وغنصور معاكم التسيفه كامله كيف جات الكبيدات. المهم هنايا كملت البلاطويات ديالي، راه خرجوا ليا 5 ديال البلاطويات. ها هما شكيلات بلاطو، درت فيه هاد الشكيل ديال الكونفليكس، وبلاطو اخر درت فيه هذا اللي درت بالكوك كراميليزي البنات. ايوا هانتوما البنات، لا تقولوا ناسياكم. وكنصحكم كنصحكم اي وحده عندها شي حرفه في يديها تخدم بها من دارها، ماشي عيب. الخدمه راه زوينه البنات، اكثر اي حاجه الا كانت كتعجبك راه كتفني فيها كيف ما كنقولها لكم ديما. المهم هذه هي الحلوه، هانتوما كتشوفوا جاو بلاطوات اللي زوينين وراقيين وماشي كاملين صابلي يعني مهرسين بالحليوات الاخرين. ولهنا البنات كنوصلوا للنهايه ديال الفيديو، كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم وانني شاركت معكم. ان شاء الله راه باقي غنشارك معكم يعني فيديوهات كثار. وهنا البنات هذه كارت فيزيت ديالي، هذه النيميرو التليفون، كاين فيها الانستغرام، اليوتيوب، يعني كل شيء اللي بغى يكوموندي ولا شي حاجه مرحبا بكم.